بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا خدمنا الفيديو السابق زد إيكال أ بلس إي بي وشفنا شنو هو لو موديل وقلنا إمتى كنديرو الموديل إمتى ما كنديروش وشفنا لو بخومييي ساركل باش كنجبدو بها لي زونغ وشفنا لو دوزيام ساركل كيفاش كنحيدو البروبليم وقلنا دوزيام ساركل عندنا دو تيب على حساب الكويفيسيون ديال النيميغاتور واش كيساوي واحد و كيخالف واحد. إذا بحول الله غنشوفو في هاد الحالات هادو زد إيكال أ وزد إيكال إي بي. إذا في هذا الفيديو غنشوفو إذا كان Z إيكالا A داكوغ أو بيان Z إيكالا إي بي. Z إيكالا أن ريال Z إيكالا إي بي إيماجينار بور إذا مكاين عندنا واحد فيهم نبداو على بركة الله Z إيكالا A نبداو في الحالة الأولى Z إيكالا A. ألوغ واش هنا عندي إي ما عندناش إي داكوغ دونك إلا ما عندناش إي هذا كوسينوس علاش حيت غنحولو Z إيكالا R كوسينوس ألفا بلس إي سينوس ألفا. دونك شكون هو قلنا الكوسينوس كوسينوس هو اللي ما فيهش إي سينوس هو اللي فيه إي دايرة إي داكوغ ألوغ واش هذا فيه إي لا دونك شنو هو هذا كوسينوس تخي بيان فخباركم أن كل شيء كاين في الساركل تريغوميتريك حاولوا تضبطوا ليه مزيان ما كاين لا حفاظة لا والو فهم تخرج التمرين تحفظ ما تخرجش التمارين تبقى ديما معكل. ألوغ هنا هذا كوسينوس هاد كوسينوس هنا عندو جوج حالات إما هاد الأ هاد النومب أ يكون بوزيتيف داكوغ أو بيان هاد النومب أ يكون نيجاتيف. إلا كان بوزيتيف يعني حنا كاينين في الزيرو هاد الكا هنا إلا كان نيجاتيف عندنا بي داكوغ. إذا ناخدو إكزومبل زد إيكالا تخوا ألوغ هدا كوس لسينوس كوسينوس باش عرفتي أستاذ حيت مفيش إي حيت قلنا قويلا كوسينوس هو لي مفيش إي أو سينوس هو لي فيه إي دونك هدا كوسينوس غنديرو غابيدمون نوطخ سيركل تريغوميتخيك هذا كوس سوا زيرو سوا بي بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف الكوس بوزيتيف دونك هنا دونك شنو هو لونغ عندنا هو اش زيرو دونك زد ايكال 3 كوسينوس زيرو بلس اي سينوس زيرو تحفظش ما تحفظش فهم ما بالك عندنا زد ايكال موان 6 هذا كوس سينوس كوسينوس نيجاتيف ولا بوزيتيف نيجاتيف شوفوا السيركل ديالنا قلنا زيرو بي فين نيجاتيف كوسينوس ها هو فين نيجاتيف نيجاتيف دونك هنا شنو لونغ لي خرج لكينا سي لونغ بي دونك زد ايكال 6 كوسينوس بي بلس اي سينوس بي داكوغ. هنا لو موديل دو زد سي 3 اي لارغيمون دو زد كونغرو افيك 0 مودولو دو بي. هنا لو موديل دو زد سي 6 اي لارغيمون دو زد ايكال باردون كونغرو افيك بي مودولو اش دو بي داكوغ. ناخدو اكزومبل اخر مثلا عندنا Z إيكال موان 2 راسين 2 3 ألوغ هذا كوس سينوس كوسينوس باش عرفتي مفيش إي دونك كوس نديرو غابيدمون في البرويون ديالنا شوف البرويون مكيدي حتى شي حاجة 0 بي سيغ 2 بي هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف هذا نيجاتيف دونك حنا هنا شكون لونغ اللي كاين في الجناب هنايا سي بي دونك Z إيكال ديما ناخدو دو بوزيتيف 2 راسين 2 3 كوسينوس بي بلس اي سينوس بي نتمنى الله يكون هذا مفهوم. نشوفوا الحاله الثانيه اذا كان زد ايغال اي بي زد ايغال اي بي اي بي كي كنديرو هذا كوسينوس سينوس سي سامبل سينوس باش عرفتي سينوس حيت فيه اشنو فيه اي دونك اذا كان سينوس فين هو السينوس ديالنا هذا هو السينوس داكوغ هذا هو سينوس من الفوق تل تحت الوغ فوق شنو كاين كاينه بي سور دو تحت كاينه موان بي سور دو كاين بلوس كو بي سور دو موان بي سور نشوفو ان شاء الله من بعد كاين بليزيغ لونغل هنا شحال اون كاين لانفيني ديال لي زونغل هنا بي سور دو موان بي سور كاينين بزاف من بعد غنشوفو شنو هو مي في الوقت المحدد الوغ كنشوفو الا كان بوزيتيف كناخدو فوق بحال فوق بوزيتيف الا كان نيجاتيف كناخدو تحت زد ايكال موان 6 اي هذا كوسا سينوس بيان سور سينوس على سينوس حيت فيه اي الوغ عندنا موان بي سور دو هنا عندنا بي سور دو داكوغ الوغ هذا كومو إلي نيجاتيف دونك ناخدو تحتاني شكون اللي كاين تحت كاين موان بي سور دو دونك زد إيكال 6 كوسينوس موان بي سور دو بلس اي سينوس موان بي سور دو لو موديل دو زد سي 6 اي لارغيمون دو زد سي كونكلو افيك موان بي سور 6 مودولو 2 بي عندنا مثلا زد ايكال راسين دو 3 اي راسين دو 3 هذا كوسا سينوس يعني السؤال ولا عادي هذا سينوس بوزيتيف ولا نيجاتيف
بوزيتيف باش عرفنا سينوس ان في اي. دونك فوق لتحت الفوق دونك بي سور 2 موان بي سور 2 هذا هو السينوس. دونك هنا بوزيتيف دونك زد ايغال راسين دو 3 كوسينوس بي سور 6 بي سور 2 باردون بلس اي سينوس بي سور 2 داكور. دونك لو مودول دو زد سي راسين دو 3 لارغيمون دو زد سي بي سور 2 مودولو 2. Très bien. يعني نجيو نديرو اون بريف شفنا هادي كيفاش نديرو ليها هادي كا بارتيكولي ظهرت عليكم ركزوا معايا مزيان كتعطى بزاف في الامتحانات الوطنيه قاطعك ا قاطعك اي بي مثلا قد عطينا في ليكزامان ناسيونال يعطينا مثلا زد ايكال موان اي شحال مره طلعت هادي ولي زالف كينساو حيت نسينا على الفورمي ما حفظناهاش كنقول لك الدرس ما تحفظش حاول تفهم هادشي اللي كنقول لك الو زد ايكال موان اي هذا كوستا سينوس رابيدمون سينوس الو بوزيتيف ولا نيجاتيف un sinus soit pi sur 2 soit moins pi sur 2 positif le négatif ici négatif ha on est test je connais qu'il est test moins pi sur 2 ça fait le tamrin donc z égale cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2 le module de z c'est 1 vous faites me le module vous faites me droit chez colo et l'argument de z c'est congruent avec moins pi sur 2 modulo 2 pi. اذا الحمد لله بتوفيق الله عز وجل شفنا الحاله الاولى شفنا الحاله الثانيه الحاله الثالثه. اذا الفيديو القادم ان شاء الله غنشوفوا زد 4 وخاصكم تركزوا معها مزيان داكور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.